السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله. يعني كما قلت في عنوان هذا الفيديو، يعني يمكنك أن تقوم بصناعة جهاز خاص بك إلكتروني. يعني قمت بنزع جميع القطع في هذا الجهاز لكي أريكم. هذا موقع صيني يعني خاص بتطبيع البوردات، يعني اسمه يعني bcbwvi.com، في اللغة الإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والصينية. يعني يمكن الدخول إليه، يعني الاشتراك فيه وشراء البوراد التي تريد. وهنا في هذا المكان يعني تختار حجم البوردة، هنا طبقة البوردة كم من الطبقة، يعني هنا العرض وهنا الطول، يعني الأبعاد. يعني يوجد في عدة خصائص، يعني هذا الموقع سوف يساعدك يعني عندما تريد أن تقوم بطبع بوردة خاصة بك. يعني يمكن أن تقوم بشراءها هنا، توجد يعني فيه عدة خصائص في هذا الموقع، ولهذا أريد أن أشارك معكم هذا الموقع. يعني يقوم بطبع بوردات على الشكل الذي تريدونه، مثلا على هذا الشكل هنا، يعني عدة بوردات. يعني هذا الموقع يعني فيه عدة خصائص، يمكن أن تقوم بشراء منه يعني القطع التي تحتاجها، وتصمم القطع التي تريدها على الشكل الذي تريده. على سبيل المثال على هذا الشكل، يعني موقع رائع، يمكن أن تشترك فيه وتشتري من يعني القطع التي تحتاجها. سوف أضع رابط الموقع تحت الفيديو لمن يريد يعني أن يشترك في الموقع. البوردات على هذا الشكل، يعني ممكن أن تصمم أي بوردة تريدها. هنا الواجهة الرئيسية، سوف ندخل إليها، هي الواجهة الرئيسية للموقع. يعني يوجد في عدة خصائص، مثلا هنا نختار هذا الاختيار. يعني أتمنى أن يعجبكم هذا الموقع. لمن يريد أن يشترك، على ما أظن الموقع يعطي $5 لمن يريد أن يشترك. على ما أظن هنا تحصل على $5. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو إن شاء الله. مثلا قمت بنزع جميع القطع الإلكترونية، المقومات والمكتفات والديود وأيسيات صغيرة. يعني يمكن أن تصنع جهاز خاص بك، أن تقوم بوضع شيمة خاصة للجهاز الذي تريد أن تصنعه وترسله إلى أي شركة يعني خاصة بطبع البوردات الإلكترونية. يعني طبع البوردات الإلكترونية تكون على هذا الشكل، يعني مثلا هنا، مثلا هنا مكان الفلاشة، هذا يعني مكان الملفات، هنا هنا على هذا الشكل مكان المكتفات الكيماوي، هو أيضا هنا، هو أيضا هنا. هذا المكان خاص بالمكتفات المطبوعة، هي هذه خاص بالمقاومة، يعني لديها 8 أرجل على هذا الشكل، عبارة عن اسي.
وهنا أيضا مقومات صغيرة ومكتفات صغيرة. تركت البروسيسور لم أنزعه هو الرامة لكي نقوم بالشرح عليه. مثلا تريد أن تصنع جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن أن تقوم يعني إذا لديك يعني خبرة على التعديل على الفلاش، يعني يمكن أن تقوم بتعديل فلاش لأي جهاز وأن تضع اسمك في الإقلاع وفي اللوجو الخاص بالراديو، يعني عندما يقلع الجهاز عوض أن يقوم بكتابة اسم شركة، يعني عوض أن يقوم يعني بكتابة اسم لأي شركة يكتب اسمك أنت. ويمكن يعني أن تقوم بصناعة شيماء الخاصة بالجهاز الذي تريده، مثلا جهاز الاستقبال، يعني تقوم بوضع يعني مكان دخول الكهرباء على هذا الشكل، وتضع أي سي على هذا الشكل، هنا يوجد أي سي صغير ذو 6 أرجل، وتضع مكان مقومات وملفات ومكتفات كيماوية، يعني هذا الأي سي خاص بخفض الجهد إلى 5 فولت. هنا يوجد منظم، يعني تدخل له 5 فولت ويخرج 3 فولت، وهنا منظم آخر يعني تدخل إليه 3 فولت ويخرج 1.5 فولت خاص بالرامة والبروسيسور، والفلاشات تتغذى ب 3 فولت. يعني هنا سوف تضع أي سي الإشارة على هذا الشكل مثلا، وهنا مكان الديود هو، وأي يعني أي مكان يعني مثلا هنا مطبوعة، هنا الفلاشات يرمز إليها بهذا الحرف US. نأتي إلى مكتف يرمز إليه بالC، الديود يرمز إليه بالD، يعني هو D، والمقاومة يرمز إليها بR، ويعني التونير يعني معروف، هنا HDMI، هنا يعني مدخل الواجهة، يعني هنا خاص بالفلاش، وهنا خاص بالفي، وهنا USB، وهنا مكان فارغ USB، يعني إذا تريد أن تضع USB ثاني سوف تضعه هنا، ها هو مكانه. السلام. يعني كما قلت سابقا، يعني عندما تريد أن تصنع جهاز خاص بك يجب أن تعرف الشيماء الخاصة بالجهاز، يعني وتقوم بوضع شيماء وترسلها إلى شركة ما خاصة بطبع البوردات، وسوف تعطيك البوردة على هذا الشكل، يعني يوجد فيها مكان القطع الإلكترونية، سوف تأخذ أنت تلك البوردة وسوف تضع القطع المناسبة وسوف تقوم بصناعة جهاز خاص بك. مثلا نريد أن نصنع جهاز خاص بنا، جهاز استقبال، يعني سوف نضع تقريبا جميع المكونات مثل هذه إلا خصوصا البروسيسور والرامة والفلاشة. الفلاشة خاصة بوضع السوفتوير، والبروسيسور خاص ب يعني سوف نسميه يعني العقل المدبر، هو الذي يعطي الأوامر للجهاز لكي يشتغل. يعني صعب أن تقوم بتصميم بروسيسور خاص بك، ولكن سوف ترسل شركة ما خاصة بصناعة البروسيسور والرامة والفلاشة والسوفتوير، وسوف تضع فيه المعلومات الخاصة بك أنت ليكون الجهاز باسمك. وأتمنى يعني أن تضعوا يعني الردود تحت الفيديو وتشرحوا لنا، يعني من لديه يعني معلومات أخرى أن يضعها أو أي سؤال يضع تحت الفيديو. المهم يعني يوجد مواقع خاصة بصناعة البوردات كالموضوع الذي قمت بشرحه قبل قليل. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.